ما بقاش قرب 61 جوج بالمئة وديه ضرب دكي نفس ليفل بسيزاز ديالي. ويقول أشرف الخائن يبقى خائن. كيفاش هاد البلانة طبة والذهب مشى. أوه ماي جاد، درت الفيلتر ديال الوريضات. هو المسؤول على التهذيب ديالي. واش داك اللي عندك أخويا؟ هذه مصيبة كاملة. هاد السلسلة هي سلسلة صغيرة، وأي تشابه بين الشخصيات المرسومة وبعض الأشياء الحقيقية فهو ليس من محض الصدفة، بل هو بالعاني موتى بالسم. عميتي موكابان، واش بلاك مستيكي روحك الملاوط. الله يخليك لينا موكابان. راك مشمخ في السكويله. الله يخلف على دينيو موكابان باش عاودنا بلينا هاد السكويله. ايوا راه كنت رايح نجي لكم نفتتح لكم من جديد السكويله، ونهضر معاك انت بالخصوص في موضوع يخص خوكم خالد درارني. عاودتو شديتوه في الحبس؟ الا يا داك الجيفه، شديناه في قناه التلفازه نتاعنا كمقدم اخبار ديال العسكر. ورات زاير كلها نتاع العسكر، عسكريه عسكريه مش مدنيه مدنيه. الف مبوك امو كابان، وشنو دابا مطلوب امو كابان؟ عاونوا خوكم خالد درارني على المروك والمراك، بقاش دابا هو في منظمه متحيزون بلا حدود، باه يخرجوا هذا المره تقرير اسود كحل على المروك، وديك الساعه نديروا الحفله والفيشطه. بروفيتور، راه ما كاين لا حفله لا استحمص، راه المهرجانات والحفلات راه تمنعوا هذا الصيف الجزائر. استغفر الله. كلشي المغاربه فعلوا الجرس وديروا ابينو، وزير الثقافه ديال البلد الجار منع كل المهرجانات المبرمجه هذا الصيف، خوفا ان تتحول اماكن التجمعات البشريه الى احتجاجات ضد التبون والعسكر. وهذا الشيء كيذكرني بقرار حظر اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني من طرف النظام الجزائري. اودي تحياتي للكبرانات اللي مشات وما جات. ويا حزره النظام يدعي مناصرته القضيه الفلسطينيه. اعوذ بالله من غضب الله. اكون تحشموا هذاك مساخيت الوالدين. واخر تشوف هذاك الجيفه مشي طير من قدامي. لا يقطع، الله يقطع لكم الحس. لا شرعا الجاحبة وسام الموم، وكلام العايب بقى في القلب مرسوم، والعاهرات تحاضر في الشرف. اعوذ بالله من غضب الله. والجمل ما كيشوفش حدبته، كيشوف غير حدبت خوه. وحتى يكون بعد شي جمل هنا، هادو راه الكدار على خوه. وقالها كبير كيادة. استغفر الله. انا غادي نمشي بحالي الاخوان. إذا حضرت الملائكة غابت الشياطين. نار يا البنات غادي تشعل، وتشعل لك فكا إن شاء الله. السمضاني أجابك السكويلة، احنا فواد وانت فواد، ياك ما حبيتي تكون معنا. الله ينجيني يا خويا، نمشي نسعى وما تلاقينيش الوقت معاك انت. ايوا جاي دير اخي الحمضاني. اودي تحياتي لكاع اللي جايين وحتى اللي غاديين. جابوا الهوا في ثلاثه د الليل يا اختي، بنتي ليا انت اللي حماضيتي وخداميتي وخيختي وخززتي اخي مول الريكلام، وجيت نفضك من الغبره اللي فيك. لا ماشي انا، هذاك راه عشيري زكيكو اللي في كازا هو اللي شدوه، حيت لقاوه مغبر. اقول المتزكي ماشي زكيكو، اكثر عليك الحكاك وانت تدوخ. وملي عشيرك مغبر كان يدوش يحيد عليه الغبره حتى الى شدوه، مال الوقت يمشي للحبيب بيت مدوش ولحتو زينه. ولكن هذه ماشي الغبره اللي كتلصق في اللحم، هذه الغبره اللي كتشم. واقول داك خونا اللي شدوه كيبيع البيضه، البيضه مون امور، كان كيبيع غير القرقوبي وقرقبوا عليه مسكين. وزيدون راه باينه ملفقه، راه تخلطوا عليك العرارم ودخلت لك الفم في القاف. قول ملفافه ماشي ملفقه، حيت فعلا لقاوه كيروج الغبره ملفافه. خلينا دابا من صاحبك الغبار وقول لنا اش داك الخبار. اين اخبار؟ اه لا نزل علينا شي باطل. اش ديك الهضره ديال الريكلام عاوتاني الاجهزه مخترقه ودوله وسط الدوله؟ واش الخبارات ديالك كتاخدها من عند مال الكرارس؟ وليت هرسها الكرارس. اعوذ بالله من غضب الله. راه انا اللي جميع الاجهزه عندي تخترقات، من جهازي التناسلي مرورا بالجهاز الهضمي الى الجهاز التنفسي. وانت نيس راه ما عندك نفس. اخوك راه عم مدفوع. ونيس راك غير كروسه ديال الزبل مدفوعه. وتعطيني الامان ونعاود لك كل شيء. عليك الامان واخا ما فيك امان. ومن نهار تشدات الطوبه. اش من طوبه في الطوبات؟ هذاك دريس فقعان فرحان، كان خاصهم طوبه ناضيه
كندية راح زموني ورزموني. ايوا ما تعولوش عليا. عولوا عليا انا يا البنات، يعني داروا كامل الريكلام سكور في بلاصه الطوبه. اودي تحياتي لكاع الطوبات اللي في القوادس. ايه اديسيون السأويله بريزونت الشاب اي ايوا هادي في خاطر التلاميذ ديال السأويله، وهادي 5 مليار عند الابرانات الخويا سئو او يا اولو ائلون المصداقيه ديالي مشات. طبه ويا طبه سخرت مولاها سخرت مولاها، اذا غابت الطبه وين رايح نلقاها من الريكلام والريميك. طبه ويا طبه سخرت مولاها سخرت مولاها، اذا غابت الطبه وين رايح نلقاها من الريكلام والريميك. في الحلقة اللي دازت سولتكم على الطاول ضطة، وبزاف الناس اللي جابوا الأجوبة صحيحة، والأجوبة كانت صوبة بحالها بحال طوبة. والحلقة ديال اليوم حاجيتكم ما جيتكم عالجا والجا، كاي صحاب راسو ديب وهو غير نعجا، خباراتو كاملة عوجا بحال الدخلة بحال الخرجة. الجا والجا يصحاب راسو نشفو رجليه من اللي قطع المرجع، وهو باقي ما فات حتى درجة.